السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم جيت البنات نشارك معكم واحد المحل اللي هو بصراحه بالنسبه لي انا اكتشاف، لان لقيت فيه محل واحد فيه كاع الحوايج اللي يمكن لك تقلبي عليهم ولا تبغي تشريهم، من ما عندي الدار، من فراش، من ديكوفرلي، من مكياج، حوايج، صراحه اي حاجه تقدري تطيحي لك على البال تلقاها في هذا المحل. هذا المحل اللي هو محل وينز، صراحة لقيت فيه شي حوايج اللي هما غزالين البنات، وماركات اللي هي كنقولو عالمية، وشي حاجة اللي كتلقايها مثلا لقيت فيه داكشي ديال الدار، من تركيا، من طاليان، من يعني أي بلاد طيحي لك على البال كتلقاي دي برودوي ديالها في هذا المحل. وبأثمنة اللي الصراحة ولو تمشي بحال مثلا شي حوايج أنا اللي خديتهم ديال تركيا، لو كان يمكن نمشي لتركيا غناخذهم باثمنه اللي هما غاليين. وداك لي بخي البنات اللي دايرين بصراحه رخاص 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 بزاف، بحال قلت لكم والله العظيم. وتمشي للدوله اللي نفسها مثلا غتاخذ منها داك الشيء ما غتاخذهاش بنفسها، شي حوايج اللي هما رخاصين. وانا ان شاء الله غادي هذا الفيديو غنديروا لكم جوج الفيديوهات فيه، لان الصراحه بقوه ما صور لقيت راسي انني بزاف ديال الحوايج لهذا، لقيت تقريبا الفيديو غادي يجي طويل، قلت غندير فيه الجزء الاول والجزء الثاني. الجزء الاول هو هذا البسيط، الجزء الثاني غندير فيه التكمله ديال هذا الفيديو ونشارك معاكم ان شاء الله داكشي اللي تقدمت منه. في الصراحه في حاجه ديال الفحم بزاف زوينين صراحه، هكا هي عند الكياف ولا هذا صراحه شي حاجه زوينه واثمنه نخليكم البنات مع الفيديو، ونتمنى انه يعجبكم ان شاء الله. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنتمنى انكم ديروا لايك الفيديو وديروا اشتراك البنات باش تدعموني ان شاء الله نزيدو القدام. نخليكم البنات مع الفيديو ونتمنى انه يعجبكم.